تتقاطع المآرب والمنافع في صناعة الجلود بعد رحلة مضنية يظل فيها الجلد معطونا لعدة أيام في عملية كيميائية تقليدية قوامها الملح والقرض. فالأخير هذا ثمرة من شجرة شوكية تنبت في كل مكان في بقاع السودان ليخرج خالصا كورقة مجردة تنتظر من يتفنن فيها ويشكل زواياها بالتلوين. عندها تتبارى الأيدي في تشكيله وتصميمه، فهؤلاء آثروا أن يجعلوا منه أحذية بقوالب مختلفة بمهارة فائقة، مهارة أبت إلا وأن تسمعنا صوتها تقدمة لفن بارع يرويه هذا المفن. المطابخ المحلية ده طبعا بيستعملوا فيه شنو؟ قرض، القرض وبدوه ملح، بدوه زمن زي 4-5 يوم 6 يوم، باخذ شنو؟ باخذ فترة انه الجلد الشعر ده كل بمر بتجس بتري جلد نظيف، بعد ذاك بغسلوها بالصابون هاي وبدوه زيت او في مادة بيقول له قطران، القطران ده بصنوه طبعا من الحب، من الحب حقتنا السودانية ده. وعند هؤلاء الأمر يختلف، فقد جعلوا منها مساحة عبقرية للنحت، نحت انبرى لرسم الإنسان والحيوان وأشكال أخرى تجلت كالقمر بين ثنايا السحاب، صورا على الجلد تكاد تحكي عن نفسها لم يمنع من ظهورها الوبر، ومشغولات جلدية أخرى زينا المكان هنا وهناك كنجوم زواهر على سماء الإبداع. قصة إبداع طارفة وتليدة تحدث عنها هذا العم العتيق. الحقيقة بالنسبة لسوق درمان طبعا احنا علمنا الشغلة دي من الأصوات الموجودين اللي انا ذكرته لك قبل شوية، دي خوجة لسليمان، فتحي علي الإمام، عبدين ود البركة، الصادق الطاهر، دي الأصوات اللي علمونا الشغلة دي. بعد أن احنا جينا استلمنا منه الشغلة دي بعد ما هم طبعا توفوا، فتحي علي الإمام طبعا توفى، الجيلي الفكي محمود مساعد، اللهم صل على النبي، إبراهيم، آدم، يعني 6-7 أنفار للوقت شغالين في الشغلة دي. محمد عبد الكريم صانع الأحذية الحاذق فصل مراحل صناعة الحذاء بحديث مرتب وكأنه ينشدنا قصيدة ذات جرس سهل ممتنع، يحفظ معدات عمله كما يحفظ التاريخ السوداني الثقافي هذا الفولكلور. عندنا زي المشتدى ده بيساعدنا في الدك بتاع الاستي لا بد، وعندنا حاجة اسمه سكين اسمه كسلك دي، فده مهم جدا، اذا كان ده ما في ما بنقدر نشتغله ذاته. نمرة 3 فيها حاجة برضو عنصر مهم، النكرين يلو الفرشة، الفرشة ده طبعا بيستخدموه كله هنا، ده يعني مركوب خلاص زي انتهى. في عنده حاجة نظافة، النظافة دي فيها مبرد بيستعملوا المبرد ده، ده للتخشين. وعلى زاوية خاصة تمرد هذا الفراء على مشذبيه ومهذبيه فاحتفظ بوبره حتى صارت ضفائر مزدلة تزدهي ألقا وجمال في انتظار ظهور الخيول والجمال بغية الدلال. وصية العنج كما يحلو لأهل السودان تسميتها لا يعلو صوت فوقها في التأديب، فهي في حالة السلم تهتز طربا، أعاد هذا الوريف إلى زمن مضى بابتسامة عريضة. في التراث السوداني طبعا عندنا الضرب العريس البطانة، يشتري له الصوت ده ويمشي بجرتك بالجماعة، أبشر أبشر الزوط هديك صوت وصوت عادي يعني، لحد الآن صراحة عندنا إلهم يعني برا في الغرة يعني عادي عادي في الدفان وفي بتاجر، وبالأخص عندنا جعلين هنا داخل اليوم الغامة بخلص الصوت عادي. وبالرغم من غزو الأسواق السودانية بالمستورد والحديث تظل المصنوعات الجلدية منافسا أصيلا تفتح في كل يوم
أفقا جديدا للحداثة والابتكار، تمشيا مع احتياجات الحاضر، مع الاحتفاظ بالإرث القديم وتطلعات الآتي.